لقد جرى المؤتمر السابع للحزب ومناضليه ومناضلاته في تطوير أدائها. إذا كان شفنا باللي هذه المبادرة رح تسمح بنقاش ما بين الأحزاب وشخصيات وطنية ومؤسسات تاع الدولة حول كيفية إخراج البلاد من الأزمة والمضي نحو التأسيس للديمقراطية الحقيقية، لما لا؟ ولكن إذا الأمر يتعلق بتعديل الدستور في إطار هذه الندوة اللي هي ما عندهاش الشرعية ولا السيادة، بينما مازال كاين، وأنا شرحت قبيلة، مجلس شعبي وطني مهما تكون طبيعته أنه فاقد الأهلية. إذا كان رئاسة الجمهورية تعتبر أنه هذا البرلمان فاقد للأهلية السياسية وللشرعية وهذا واقع، فلماذا لا تستدعي انتخابات شرعية مسبقة عوض استدعاء ندوة وطنية؟ تم التصويت من طرف أعضاء اللجنة المركزية بالإجماع على الرفيقة لويزة حنون. الأمر يتعلق بمسؤولية كبيرة، خاصة في هذا الظرف السياسي اللي تمر به بلادنا، فنحن بحاجة إلى كل التلاحم والتكاثف والتآزر ما بين المناضلين.